السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه أرشي تكست، ده عبارة عن إيه؟ بتكتب أنت عايز تصمم الفيلا أو البيت أو الشقة بتاعتك إزاي، وهو يعمل لك التصميم بتاعها، وممكن تتعمل بالشكل دوت، وممكن تتعمل 3D كمان. وفي المستقبل هيعمل لك إن أنت بعد ما تعمل المبنى تقدر تعمل تحليل للإنارة داي لايت، تقدر تعمل تحليل للسان أور، تقدر تعمل تحليلات السيرمال كونفورت، وكل الحاجات دي تقدر تعملها على الموقع ده. موقع اسمه أرشي تكست. نجرب. ماشي، هتديله التكست مثلا، تقول له جنريت، هو بيقول لك بقى اكتب اي حاجه انت بتفكر فيها، وعايز كرييتيف عالي ولا كرييتيف درجه الكرييتيف اللي انت عايزها، وتقريبا هياخد مثلا في حدود 17 ثانيه. ما كملش ثواني وظهر معايا الخريطه بالشكل ده. ولو قلت له سبميت هيعمل لك حاجه مختلفه، وكاتب لك هو هنا كل لون من دول بيعبر عن ايه. تخيل الذكاء الصناعي وصل ليه. فلازم انت تبدا تتعلم من الذكاء الصناعي وتستخدمه في شغلك ان شاء الله. شوف الفيديوهات اللي على القناه الخاصه بالذكاء الصناعي، ان شاء الله تعجبك.